أبو آية السعيدي من قضاء الشطرة في ذي قار يقول أو يصور كذلك حال ملعب الشطرة الذي تحول محيطه إلى مكب للنفايات بسبب الإهمال الحكومي بعد صرف المليارات على إنجازه، والتي ذهب جزء منها لحيتان الفساد وفقا لما يقوله سكان القضاء. هاي واجهية ملعب الشطرة، شوفوا بدل ما شيء يخلي الملعب على جماليته، يخلي كل الدول تباوع له، يخلي العالم تفتخر به، لا احنا سيارة مسكربة عاطلة صار لها تقريب ما يقارب 7 سنوات 8 مذبوبة بظهر الملعب. شوف شوف زبايل، شوف زبايل، هذا ظهر الملعب، هذا ملعب الشطرة، هذا الظهر مال الملعب. يلا هذا من اللي مختص به؟ بلدية، محافظة، المقامية. هاي هذا الملعب، ظهر الملعب، هذا بدل ما تكون نافورات باب ملعب بظهر الملعب، جراجات مال سيارات، لا حاويات مال زبالة ونفايات تارس الدنيا ولعبان نفس، وتكره حتى الطوبة إذا تجي للملعب. أبو طبعا هذا صورته جزء جزء يعني من اللي قدرت أصوره، يعني هذا ملعب، هذا ملعب على مستوى محافظات، يعني على مستوى محافظات مهمول من كل الدوائر، مهمول. ها شوف شوف وين مخضر الحشيش، باب الملعب الأولمبي، يعني الملعب المفروض بابه يعني نافورات تدشي يعني روعة، لا احنا حشيش. طبعا هذا ملعب الشطرة، هذا الملعب ذبوا عليه مليارات، عبارة صار عن خرابة.